السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة، قناتكم فسحة. يعني بالأمس هذا الفيديو هذا يعني شجلو معطل شي شوية كما تشاهدون في توقيت جد متأخر مع الرباط الصباح، لأنني بالأمس ما تحتليش الفرصة أنني نسجل. ما كنتش في الدار، كان عندي مشاغل ديالي وكل شيء، فما يمكنش يعني لمجرد انني انشغلت انني غادي نخلي هذه المساله تفوت. ولكن انا مهما انشغلت اكون يعني متابع يوميا بالساعه للاحداث فين ما كنت، كندخل كنتشيكي بالبورتابل كنشوف الاحداث ما يقع في المغرب من خلال الصفحات، من خلال المواقع الالكترونيه، من خلال المنشورات ديال الاخوه المناضلين، كنعرف شنو واقع في البلاد. فإذا بالمنشور الذي طغى أو المنشورات المواضيع التي طغت هي الموضوع ديال الفيديو ديال رفيق بوبكر الذي اجتاح الإنترنت. هو بالفعل يعني تجاوز وتطاول و يعني فات الحد ديالو. وفي نفس الوقت كانت ديك الأستاذة ديال الفيزيك، شنو الاسم ديالها؟ احنا غنشوفوها، مينا بوشكيوا مطالبة بإقالة أستاذة فلسفة ومحاكمتها بتهمة ازدراء الدين الإسلامي ولعنها لرسول الله. لحقاش أنا شفت المنشور الأول ديالها، يعني كل شيء مشى مركز مع هذا المنشور هذا ديال هذا البراش اللي ولاو كيموتوا على المهمات، فحاولت أنها تربط داك الشيء ديال الظاهرة ديال أن لي جون دابا اللي ما بقاوش كيلقاو الخدمة، ما بقاوش سميتو، ولاو كيقلبوا على العيالات اللي كيدوزوا حياتهم كاملة في الخدمة وجمعوا واحد المصاريف وما كيلقاوش راجل، فكيمشيو تيقلبوا. هذه ظاهرة ولات شي شوية شائعة تنطبق عليها هي، فهمتي؟ فهي كتهضر على التجربة ديالها، ولاو كيقلبوا على المهمات، راه السيرة النبوية. فحاولت هي أنها تربط هذاك الواقع ديالها المعاش مع السيرة النبوية، هي سببهم. قال لك كلهم بغاو يدبروا على خديجة بحال الرسول، كما يقال ناقل الكفر ليس بكافر. فكل شيء مشى متبع هذا المنشور هذا، في حين ان يعني ما قالته في التعليقات يعني انكى من ما قالته في هذا المنشور. فجاء واحد من المتابعين ديالها، الحسين حمومي حموني، قال لها صلي عليه من فضلك او تلعنك الملائكه، من باب الطنز العكري. فهي جاوبته قالت له الله ينعل ويخزيه، هو يطالب منها ان تصلي على الرسول، وهي قالت له الله ينعل ويخزيه، هي لعنت الرسول عليه الصلاه والسلام. ف المهم ان الغريب في الامر ان هذه المواضيع يتم فتحها وطرحها للراي العام، للراي العام فجاه في واحد التوقيت اللي هو توقيت شي شويه بيزار غريب جدا، لانه جاء بالموازاه مع واحد السجال الذي كان ما بين المناضلين، يعني حول الايديولوجيات وعلاش انت كذا وعلاش انا كذا وعلاش انا كذا. فكان واحد اللايف داروا الاخ مجيد، يعني حاول انه يلاقي ما بين الاخوان كمال الحفصي، قناه فسحه، الاخ محمد هشام، فتفهمناش مبدئيا على واحد الارضيه ان ما يكونش واحد الازدراء ديال الاديان، واحد الاحتراق، واحد الاحتقار، واحد كذا وكذا. فالمهم تفهمنا اننا نخليو المسائل الدينيه جانبا دون ان نعطي الدنيه في ديننا، يعني احترام الدين يجب ان يكون، ومن بعد الامور السياسيه نتناقش فيها دون اقحام الدين، لا بالسلب ولا بالايجاب. فمن بعد من مور هذه المحاوله هذه ما يثبت ان المخزن يعني راه متابع الامور يعني ساعه بساعه، فجات هاد مينا بوشكيوا خرجت بهذه التدوينه هذه. انا لا اعلم هل يعني تلقت اوامر، لان هذه المسائل هي هذاك معتقدها من شحال هذه وكتلمح ليه، لكن باش تزيد ديك الجرعه ديال الجراه عندها وتولي كتهضر بهذه الطريقه هذه، هل تلقت اوامرا؟ يعني الله اعلم. هل تم استخدام المنشورات ديالها؟ الله اعلم. المهم ان القضيه فيها ايادي مخزنيه باش تشتت الانتباه ديال الاخوه المناضلين على السيروره ديالهم في المسائل، لان الحمد لله
نجح جميع الإخوة أنهم يقنعوا واحد الشريحة كبيرة من المغاربة أن المسؤول الأول والأخير على هذا ما يحدث، هذه الأوضاع المزرية، هو الملك، خصوصا مع هذه الفرصة اللي جات ديال هذا الوباء الذي انتشر، ومع هذا الحجر الصحي الذي حاولوا استغلاله. لكن هذا الحجر الصحي هو في حد ذاته ساهم في أن الناس ولا عندهم واحد التركيز في المسائل السياسية، فبدأت تنقشع الغمامة على العينين ديال بزاف ديال الناس. المهم أن هذه القضية هي قضية مخزنية، خصوصا ماشي ما جاتش بالصدفة، أن يعني في واحد 3 أيام غادي تكون نايضة الروينة مع ازدراء الأديان، منشور مر منشور منشور من منشور فيديو من مور فيديو في دقة واحدة. أنا ما أقوله يعني ما يقول لك لا وخصنا ندافعوا، إيه راه حنا كندافعوا، حتى أنا دافعت وحطيت المنشورات ديالي، ولكن ما تدافعش بالطريقة اللي بغاوك هما تدافع عليها. أنك غتمشي غتلاح كي كنقولوا تبقى مركز غير على هذا المنشور النهار كامل ولا السيمانه كامله، وعاود يدير لك رافق الفيلم ديال رافق بوبكر، ها هو ازدرى الاديان، ها هما داروا له الفيديو ديالو، ها هو تم اعتقاله، ها هي خرجت عاوتاني مرته، ويتم تمطيط هذا السيناريو وبقاو تيجبدوا فيه باش يخليك انت مركز غير مع داك الشيء، ولا يخليوك انت عاوتاني لحولك ميسة سلامة الناجي اللي كتحاول انها تجيش المغاربة وتقول لهم ان الحل انكم ترجعوا للاحزاب وكذا. المهم يخربقوا البنادم الدماغ ديالو، في حين ان مشكلتنا حنايا مع النظام المغربي الذي لم يعد صالحا متمثلا في رأس الحربة، الدبور السادس كما سميناه. وفي نفس الوقت كتشوف ان هاد الهرج والمرج كان شنو كان في نفس الوقت، كان الاعتقال ديال سليمان الريسوني بواحد التهمة اللي هي غريبة عاوتاني، ديال هاتك العرض بالاجبار والاحتجاز ديال شي واحد مثلي، ما هذا ما هذا. سبحان الله، هذه الجرائم الجنسية كتكون غير في حق رؤساء التحرير ديال الجريدة 24، ماشي هي المرة الأولى، وعاودة وكيعاود نفس الكرة. وفي نفس الوقت ها هو تم اعتقاله ولد القرية، وهذه أنا كنت قلتها لكم أن ولد القرية يعني الطريقة التي أفلت بها نوبة الأولى في البداية ديال كورونا، رجعتوا الفيديوهات ديالي عاد لقاو أنني قلت لكم أن هاد كورونا سيتم استغلالها وتصفية الحسابات مع النشطاء، وأولهم ولد القرية. لحقاش هو شنو الحاجة الوحيدة اللي خلات ولد القرية يفلت في ديك الوقيتة؟ فجاو كيقلبوا عليه، هو مشى اتخبى في شي بلاصة وبقى كيدير اللايفات. فبما أن الأغنية ديالو لقات داك الانتشار الواسع في العالم العربي وفي في العالم بأسره، يعني حتى الناس اللي ما عارفينهاش كانت وصلت أنها ترجمات وترجمات الكلمة ديالها الكلمات ديالها وتنشرت في عدة مواقع إلكترونية أجنبية بالإنجليزية بالفرنسية بهذا. فالمخزن اللي كانوا تابعينهم ديك الساعة يعني بواحد لباس اللي هو سيفيل وكيسولوا عليهم وهذا، فخرجت مديرية الأمن واحد البيان على أنهم ما متابعينوش وما كانش متهم، لأنهم كيحاولوا يوصلوا واحد الفكرة للجرائد الأجنبية والصحافة الأجنبية أننا عندنا حرية التعبير. فالظرف كان غير مناسبا للمخزن باش يدير شي حاجة، دونك تم تأجيله يعني هذا الاعتقال ديالو إلى غاية يعني هذا الحدث ديال كورونا، والاعتقال ديال الريسوني جاء في نفس الوقت، باش كتلقى كل واحد فهمتي كيشتتو الانتباه ديال الناس، اعتقال هنا اعتقال هنا، ازدراء الأديان هنا، بوبكر من هنايا، الأستاذ ديال الفلسفة من هنا، مرت بوبكر كتخرج، فهمتي ما كيبقاش بنادم مركز في الأحداث اللي هي أساسية، والاختطافات والاعتقالات والفساد الذي أصبح ديال محمد السادس اللي جا يعني جاب لنا ميسة بغات تمسح له الخلونة ديالو بشرويطة. المهم لا علينا، أنا ما أقول لكم يعني دافع عن دينك بشرف، ولكن بالموازاة ما تنساش يعني أن المخزن هذاك اللي كيقول لك جد الرسول جد الرسول جد الرسول، يعني ها هي ثبت جده الرسول، وها هي حرة طليقة وكيساينو أسيدي شي واحد يجي يدير شكاية، ها هما راه شي مجهول رفع شكاية، لا زالت حرة طليقة. فمنين جدك الرسول؟ يعني لماذا لم تأخذك يعني الأنفة والغيرة على جدك الرسول
كي يعني تكون الأمور واضحة ويتخذ يعني المسائل الإجراءات القانونية. ولكن هو لا يتذكر جده الرسول، يعني غير ملي كتكون شي ثروة، ولا ملي كتكون شي صفقة، ولا كتكون شي هبطة، ولا شي حاجة باغي ينعس عليها، عاد كيقول لك جدي الرسول، في حين ما جده هو راكم عارفين ما كاين لا جد الرسول ولا حتى شي حاجة، هو مجرد حتى الغيرة ديال الدين. فحتى من خلال هذا الشيء يتبين لنا أن هذا استعمال ازدراء الأديان من طرف المخزن كيبين لنا ان المخزن ما عندوش دين، ما عندوش يعني الملك ولا هذه الدولة العميقة كما سماتها سلامة الناجي، هذا الملك ما عندوش غيرة على الدين. يعني انا كيقول لك علاش كتقولها راه حنا عارفينها، انا عارفة وانت عارفة، ولكن كاين ناس خاص تزيد توضح لهم الامور، يعني ماشي كل شيء على اطلاع بزاف الامور، يعني من علم شيئا غابت عنه اشياء، وانا عرفت حاجة ما نعرفش بزاف الحوايج، واحد اخر اللي عارف حاجة، كاين الناس اللي عاد ولاو كيتعاطاو لهاد المسائل هذه. يعني لذلك وجب التذكير دائما، يعني هذا السيد يستغل ازدراء الاديان باش يلعب على الوتر الحساس ديال المغاربه ويخليهم يعني كيشعلك ويخليك تدابز انت مع واحد. انا لا شعلت، غادي نوجه الاسهم ديالي، هو نيشان، هو من سمح بهذه الاشياء، وهو من يلعب بهذه الاوراق المخزنيه. لحقاش شفنا مؤخرا المخزن لاح لينا بزاف ديال الاوراق باش نتلهاو بها. لذلك انا اقول لكم يعني هذا الشيء كامل جمعوه وحطوه فوق راس بوخنونه، يعني هذا الشيء كامل اللعبه ديالو هو هذا الاستاذه وهذا الرفيق ابو بكر. رفيق ابو بكر لا يهمنا في شيء، يعني ما بقى ما عنديش انا ما غنتعاطف معاه ولا ما نتعاطفش معاه، لان واخا خرجت يبكي ومرتو كتبكي وجايبه ولادها، كاين هناك مناضلين يعني في غياهب السجون هم اولى بسميتو بهذا العطف وهذا التضامن ديالكم بالنسبه اللي قال لك المسامح كريم. اذا كان مسامح كريم فليكن تضامنكم مع هذا السيد هذا اللي خرج وضحى وقال شي كلام اللي ما سبقش لشي واحد انه قاله داخل المغرب، ويعني وفتح واحد الهامش ديال الحريه، وبسبب ديك الاغنيه ديالو تعتقلوا حتى ناس اخرين. وهنا اريد الاشاره الى ذاك الدري ولد مكناس اللي بارطاج الكلمات ديال الاغنيه ديالو، وذاك ولد العيون ستالين اللي يعني من موراه خرج واحد الاغنيه حتى هو ديال الراب، بالرغم من ان الكلمات ديالها كانت مجرد تلميحات، تم اعتقاله ايضا. يعني داكشي علاش هما ديما كيبغيو يهرسوا هاد النماذج، لحقاش هما كيتسماو دي زيكزومبل بزاف، لحقاش هو الا خلالك يعني بحال هاد النموذج ديال ولد القريه غيخرجوا لك بزاف الناس باغيين يهضروا، يعني كيخصهم غير شي حاجه اللي تكسر داك الحاجز ديال الخوف اللي خدام عليه المخزن منذ عشرات السنين كيربيه في المغاربه وكيقوم بتدجينهم. فلذلك انا انصح المغاربه خصوصا المسلمين المغاربه، يعني باغي تدافع على الدين ديالك دافع على الدين ديالك، ولكن لا تنسى يعني انك تدافع بطريقتك انت، يوم ما تدافعش بالطريقه اللي بغاك المخزن، انك تمشي تلاحكي كنقولوا بجميع الطاقه ديالك وبجميع القوه ديالك وتتناسى المشاكل التي يتسبب فيها المخزن، تعطيه بالظهر وتخليه يدير ما بغى. لا سيدي، اجي نحطك انت قدامي وانت سبب المشكل. وحتى هاد الترويج لازدراء الاديان، يعني انا كي قلت لك سواء الاستاذ ديال الفلسفه او رفيق ابو بكر، انا ما عارفش واش يعني عندهم علاقه مباشره ولا يتلقون اوامر، او تم استعمالهم عندهم شي تسجيلات قديمه ولا جديده وخرجت دابا. فهاد اللعبه هي لعبه مخزنيه للالهاء، فالمخزن يزدري الاديان باش يلهي المغاربه ويخليهم مركزين مع ابو بكر ومع ديك الاستاذه مينا. فالمعادله جد بسيطه، المخزن باغي يدير شي حاجه ولا الملك باغي يدير شي حاجه، هادو تاخذ في حقهم الاجراءات القانونيه، وكفى المؤمنين شر القتال، ورانا ما عندك انت، احنا مركزين دابا مع النظام مع ابو خنونه اللي جات ميسا كتمسح له خنونته بشرويطه. دمتم في رعايه الله، نلتقي في فيديو اخر، ما تخليهمش الاخوان يفقدوكم التركيز ديالكم.